انه ما داك البالة ديال الحسيمة ياك. قال لك كيحترمني، انا ما عندي حتى مشكل. الا كان كيحترمني هذا ما يمكن ليش نقول له لا. لا هو فعلا كان دائما تيقول هذا الكلام، تيقول انا كنحترم السن كيران، ولكن ماشي المشكلة ديالك واش كتحترم السن كيران ولا لا. كيظهر من الكلام ديالك انك باغي تراجع على داك الشيء القديم، وخص المغاربة يعرفوك شنو كنتي كدير، وخصك تعترف داكشي اللي كنتي كدير واللي كنا كنسمعوا راه صعيب بزاف. كان كيشتم رجال الدولة، واحد فيهم كان وزير كيقول عليه الحمار، كان انا رئيس ديال الحكومة وهو تيجيو عنده المسؤولين يتصرفوا في واحد الفيلا في سبيتو يعطيهم التوجيهات. كان كي الناس كيتخوفوا يديهم للحبس، دايرين ولا ما دايرينش. هادشي هذا راه ماشي سهل بالنسبة للمغرب. راك روعتي الامن ديال المغاربة السي الياس، بصراحة نقولها لك. واحد الوقت غبرتي والناس قالوا باللي ديتي معاك خير الله ديال الفلوس، خص تقول لنا منين جبتيهم. ومشيتي قالوا لاسبانيا ودرتي تما اوتيل، ياك ولا لا؟ واش اوتيل في اسبانيا ساهل؟ قول لنا واش درتي هذا الاوتيل. غير قول حنا اللي قلتي نتيقوك انت ولا درتي اوتيل انت ولا اخوك ولا مع اخوك ولا الله اعلم، وبقيتي غابر هذه المده. دابا رجعتي مبارك مسعود، انت مواطن عندك الحق ترجع، ولكن الا كنتي رجعتي وبغيتي نتعاونوا على المصلحه ديال البلاد، واخا انت كتقول غتمشي دير هذا الشيء في كابراديو الاخبار اللي عندنا راه ماشي هي هذه. انت رجعتي للسياسه ورجعتي عاوتاني كتحتج باللي عندك علاقات مع الناس الكبار وما نعرف شنو. انا كنقولها لك من هنايا، واخا واحد النهار قال لهم من كيران يمكن ان يقتلني، قلت لهم انا شوفوا تشدوا التصويره ديالي وديالو وشوفوا شكون اللي ممكن يقتل الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. واش غدير؟ دابا بنادم بالك ما يدير. قال لهم بالكيران يمكن ان يقتلني، ينكر بالصاب ينكر هذه الكلمه هذه. فلهذا دابا درتي اللي بغيتي، وصلتي البلاد المصيبه، وصلنا لذاك الشيء اللي وقع في الحسيمه في الريف،